بالعودة إلى ولاية بوستغانا والتي تعد إحدى الوجهات السياحية التي أبهرت السواح الصينيين الذين اختاروا أن تكون وجهتهم لاكتشاف معالمها وطبيعتها الساحرة. نكتشف المزيد مع أنيس بن حالة وهشام بشكيت. مدينة بوسطة مثلما يفضل سكانها مناداتها، مدينة تتميز بجمالها الساحر ومواقعها الخلابة التي تأسر زوارها. السواح الصينيون كانت بوسطة إحدى محطاتهم في جولة سياحية شملت عدة ولايات. ضيوفها انبهروا بما تزخر به من معالم سياحية ترشحها لأن تكون وجهة عالمية. ما شد انتباه هذا الوفد الصيني هو الطعام المقدم من خلال الطعام التقليدي، من خلال العرض التقليدي لكل الأطباق التقليدية بولاية بوستغانم. أيضا الأطباق التي وفرها الفنادق التي أقيم فيها هؤلاء الصينيون. التشكشوكا، الكسكسي والعديد من الأطباق التقليدية نالت إعجاب الوفد الصيني الذي انبهر بتنوع المطبخ المستغانمي. أظن أن طبق الكسكس مميز، وأحس أن هناك تأثر بالثقافة الفرنسية لأن هناك أشياء مشتركة، ولقد أعجبتني هذه الوجبة كثيرا. إنها مدينة جميلة، جئت قبلا هنا وبحر هذه المدينة جميلة، وأظن أنها مدينة رومانسية، وفي المستقبل سيأتي الصينيون هنا بكثرة. جمال الطبيعة وتنوع الحضارات جسد لوحات فنية اختار لها ألوانا تعكس ما تزخر به المواقع السياحية لتحكي واقعها لزوارها. ومستغانم إحدى روافد السياحة في الجزائر.